الحقيقة نجم جديد، وإن شاء الله بإذن الله كمان تزامنا مع طبعا اتحاد الكرة بيقرر يعني الولاية التدريبية أو الإدارة الفنية لفرق ومنتخبات 2005. إن شاء الله بإذن الله التوفيق لوائل الرياض طبعا مدير فني جديد لمنتخب مصر 2005، والكابتن أحمد الكاس مديرا فنيا لمنتخب مصر 2008. وأنا عارف ومتأكد يمكن وائل متابع الملف ده بشكل كبير جدا، بنقدم له نماذج الحقيقة إن شاء الله يكون بيتابع هذه النماذج. زي ما قلت لحضراتكم مهم جدا إن احنا نتواصل مع هذه النجوم، نشوف هم واقفين فين، قدراتهم فعلا ايه، يكونوا موجودين بشكل او باخر في معسكر من معسكرات المنتخب، ونشوف ونمشي في هذا الملف الحقيقه، لانه ملف مهم جدا جدا جدا. ايهاب طبعا ملف مهم زي ما بقول لك، وانت كان طبعا انت كمان من فريق الاعداد عندنا، وعارف قد ايه ان احنا تعبنا جدا عقبال ما نجيب النماذج ديت، و احنا مؤمنين باهميه هذا الملف في الحقيقه يعني. بالظبط يا كابتن هاني، والنهارده زي ما حضرتك قلت مع اعلان تشكيل الاجهزه الفنيه للمنتخبات، كابتن وائل رياض وكابتن احمد الكاس نجم كبير طبعا 2008، بس انا عايز اقف عند 2005 الاهم. صحيح. لان 2005 هو المنتخب للاولمبياد اللي بعد المقبله، عندنا اولمبياد باريس وبعدها الاولمبياد، هيبقى ده المنتخب اللي بيعد اللي بيتم اعداده ليها. اعتقد وفقا لمعلوماتي في اتحاد الكوره ان كابتن وائل رياض يعني زي ستيب او محطه لغايه ما مستر ميكالي يخلص مهمته في باريس، لان بعد كده خلاص المنتخب الاولمبي مش هيبقى ليه اي دور، فهيبقى انتهت المهمه دي. مستر ميكالي هيمسك المنتخب ده 2005 تاني، هيبقى مشرف على المنتخب ده، هيبقى مشرف على المنتخب ويبقى تحتيه، وده شيء كويس ان خده من جهازه، يعني كده كده وائل رياض كان مع ميكالي في تفاهم والفكر واحد، فهم مفيش مشاكل، خدوا حد من جهازه المعاون يمسك الفرقه دلوقتي ويشرف عليها دلوقتي الفتره دي، لان في بطولات ليها، في بطولات في افريقيا ليها، بطولات عربيه تتلعب، فيبقى الراجل موجود وائل رياض بخبراته مع الناشئين في الفتره اللي فاتت دي ولمنتخبات الشباب، يبقى موجود لغايه ما مستر ميكالي يخلص الاولمبياد ونشوف قراره. يعني لو مستمر مع الكره المصريه، وهو الراجل حابب التجربه في مصر وحابب التدريب في مصر، لو مستمر انا بقول لحضرتك من دلوقتي مستر ميكالي هيمسك منتخب 2005 بعد الاولمبياد لاعداده للاولمبياد 2028. بس هو يعني وائل هو المدير الفني يعني حاليا، ولكن المدير الفني يعني هو المدير الفني دلوقتي، ويعني كل التوفيق عامه، لان المنتخبات بالنسبه لنا كمان احنا بنبص للقاعده، لان عندنا الحقيقه فيجن، وده الطبيعي في كل الدول، واشتغلت المغرب بالشكل ده، المنتخب السنغالي اشتغل بنفس الشكل، انه الاول بتاسس القاعده وبتبني قاعده مميزه جدا من اللاعبين على مستوى البطولات اللي بيشاركوا فيها، وبالتالي بيبقى هو ده البريدج، هو ده اللي بيوصل للمنتخب الاول، وده يعني كل شغل منتخبات الشباب والناشئين و علشان يكون عندنا منتخب قوي. يعني وانا نفسي يا كابتن الناس اللي بتمسك دي المنتخبات بقى تشوف النماذج اللي قدمناها على مدار، احنا داخلين في سنه ونص نماذج. صحيح. لعيبه مصريه موجوده في اوروبا، بص لدول، ادي الناشئ هنا في مصر يعني اديله الحافز انه يحترف وانه يشتغل، ما هو انت طول ما هو بيشوف ان القوام الرئيسي حوالي 98% من منتخبات الناشئين والشباب من لعيبه بتلعب في مصر، هو مش هيبقى عنده حافز انه يطلع، ما كده كده هم بيبصوا على اللي جوه ما بيبصوش على اللي بره، انما لا ده انت عندك نماذج دي نجحت والانديه بره وحضرتك احترفت وعارف، مش تجربه مش سهله عشان ياخدوا لاعب ويلعب ويصعدوه فريق مثلا فريق الشباب في النادي، دي مش قليله بره. خلي بالك كمان ليها انعكاسات على المجموعه اللي بتلعب بره، يعني المجموعه اللي بتلعب بره هم انا كان ليا تجربه في الجزئيه دي، فهم حاسين ان هم بعيد جدا عن مصر. بالظبط، هم يقولوا لو تاخد اربعه خمسه حتى الناس اللي شغاله بره تقول لك لا انا وارد جدا ان يتبص عليا ونكون موجود في منتخب مصر، ويبقى بالنسبه لي خطوه ان انا في كاريري ان انا ممكن يكون ليا ستيب لليفل اعلى يعني، فده مهم جدا.